أهلا بكم. أشد المنافسين في وجه نتنياهو قائمة أزرق أبيض التي تأسست مطلع عام 2019 استعدادا لخوض الانتخابات، انتخابات الكنيست التي جرت في نيسان إبريل من العام نفسه في مواجهة نتنياهو، وهي تتكون من ثلاثة أحزاب. منعط لإسرائيل الذي أسسه رئيس الأركان السابق بيني غانتس، يوجد مستقبل برئاسة يائير لابيد، تالم حركة قومية رسمية برئاسة وزير الأمن السابق موشي يعلون ورئيس الأركان السابق جابي أشكينازي. وبذلك جمعت قائمة أزرق أبيض ثلاثة رؤساء أركان سابقين، وهي سابقة في تاريخ الأحزاب الإسرائيلية، وباتت تعرف إعلاميا بحزب الجنرالات. ثم هناك حزب إسرائيل بيتنا، حزب يميني علماني يعتمد بشكل أساس على المهاجرين اليهود من دول الاتحاد السوفيتي سابقا، تأسس عام 2009 ويصنف من ضمن الأحزاب الشخصانية المتمحورة حول شخصية رئيسه أفيغدور ليبرمان الذي يحدد بنفسه قائمة الحزب للكنيست وهو رئيسه الدائم، يرتكز على التحريض العنصري ضد فلسطيني 48. قائمة العمل جيشر ميرتس، تأسست هذه القائمة حديثا من الأحزاب الثلاثة على خلفية الخشية من عدم نجاح تلك الأحزاب من تجاوز نسبة الحسم المنفردة، ما يعني بقائها خارج الكنيست. تضم حزب العمل برئاسة عمير بيرتس حزب جيشر برئاسة أورلي ليفي التي انشقت عن حزب إسرائيل بيتنا وترفع راية العمل الاجتماعي، وحزب ميرتس برئاسة نيتسان هوروفيتش وهو يمثل اليسار الصهيوني العلماني. القائمة المشتركة تضم هذه القائمة أهم الأحزاب العربية، وقد تشكلت للمرة الأولى استعدادا لخوض انتخابات الكنيست التي جرت في نيسان إبريل 2019، وهي تضم الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حدش برئاسة أيمن عودي، الحركة العربية للتغيير تاعل برئاسة أحمد الطيبي، القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس، والتجمع الوطني الديمقراطي بلد برئاسة مطانس شحادي.